عليكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. شكرا لكم ديما على اختيار اي اف ام. الوقت على مدى ساعتين وثلاثين دقيقة وانتم تسمعوا في برنامج اسمه مع الناس. ثلاثين دقيقة مخصصة يوميا لكم انتم باش توصلوا اخباركم اخبار اللحوم متاعكم وتكونوا لهنا كل يوم وتوليوا جزء من الأعلام بصناعتكم للأخبار. انتم اللي توصلوا هالأخبار هذية في بعض الأحيان حتى صوت وصورة. علاش لازم تكونوا جزء من التغيير لهنا يوميا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من مع الناس. مع الناس زينب المالكي. في مع الناس اليوم قضايا تحيل بالجملة. القضية الأولى تهزنا المنوبة وين فما ممرض يتهموه برشا ناس بالتحيل، يقوم بتحاليل كورونا اسمعوا مليح في الدار بعد ما ينتحل صفة طبيب جراح. ناخذوا أكثر أخبار بعد شوية. عملية تحيل المرة هذية طالت كل مناطق الجمهورية. تقريبا مواطن يتنقل بين الجهات يبيع تجهيزات بالتقسيط للمواطنين في ديارهم ويدعي زادة اللي هو عنده إمكانية تسجيل أشخاص في مسابقات تلفزية وبش يبيع لهم هالبضاعة هذه، يطلب من عندهم رهن شيكات حاجات قيمة والناس تصدق. خليكم معنا بعد شوية. نبدأ كما قلت لكم من منوبة. ممرض متحيل يقوم بتحاليل الكوفيد 19 في الدار بعد ما انتحل صفة طبيب جراح. يتحيل على المواطنين في مئات الدينارات. كردوا بالكم على الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا هالمدة هذي الكل. نعطيكم تفاصيل حصرية على عملية التحيل الكبيرة هذي اللي يقوم بها الممرض هذا واللي يمكن تكشف على عصابة إجرامية في قطاع الصحة. القصة تقول واللي وصلتنا لهنا في مع الناس أنه مواطن من جهة منوبة يشتكي من أعراض الكورونا. نصحوا جاره بطبيب يجي حتى للدار ويعمل له تحليل الكوفيد 19 مقابل 580 دينار. هذا اللي يصير. من بعد العائلة تكتشف أن الطبيب هذا متحيل وهو ممرض ينتحل في صفة جراح ويستعمل في اسم طبيبة أخرى ما عادش تخدم في القطاع العمومي عندها 7 سنين. حكاية غريبة تعرضت لها مدام إيناس وزوجها وليد. نسمع تفاصيلها حصريا لهنا في مع الناس ونشكرهم على ثقة متاحهم. أنا باش ناخو كيف ما قلت لكم أكثر تفاصيل مع إيناس. مرحبا بيك للا. أهلا. مرحبا للا، شو أحوالك؟ الحمد لله، ان شاء الله لاباس. ان شاء الله تكونوا بخير انت وسي وليد. كنت عايشه في برشا خوف، كنت عايشه في برشا ضغط. راجلي عنده 10 ايام حالته كانت تعبه برشا. عنده سخانة. قعدت انا نداوي فيه بطريقه عاديه، نعطي فيه اثير القمش قاعده تطيح له سخانته. انا مشيت نخدم نهار الجمعه. حالته تعبت برشا، هزت امي للطبيبه هنا في الحومة. عطاته دواء، امي انا ما لقيتش شكون باش يمشي يجيب الدواء، استنجدت براجل جارتي اللي هو يتسمى طليقها خاطر اونكور ديفورس، طلبت منه باش يجيب لنا الدواء خاطر ما فهمتش شكون باش يجيبه حتى لين نجي انا من الخدمه. حتى توا واضح؟ اي مشي هو باش يجيب الدواء، قال ما لقيتش منه، ماهوش موجود، راني من بعد باش نعطي البارد وبوتكاتي باش نقابل صاحبي الدكتور، تو نمشي نزيد يشوفوا لي الدواء. بعد انا جيت من الخدمه، جيت نلقى راجلي مريض. فقالت لي امي راهو هزينا للطبيب وراهو عطتنا دواء وهاو باش يمشي راجل جارتنا يجيبوا انا قلت جاري راجل جارتي هي راجل طليقه باش سامحني. قال لي راهو الدواء مفقود وموش موجود وراهو صاحب الدكتور بحدايا في القهوه وريته لوردونونس وراهو قال لي الدواء هذايا ماهو تاع كوفيد. يا اخي جيرانك في بالهم اللي راجل جارتك في بالهم اللي راجلها كوفيد؟ قلت له انا ما في باليش. قال لي راهو خلي نمرو الطبيبه من الاردن واتصل بها وراهي قالت له هذه بروتوكول انا عندي شك في الكوفيد اما اعطيته دواء حتى لين يعمل تحليل. كهو دخلت فيا انا غولة وهي دخلت بعدي قلت مالا انا ظرفية مريضه بالكورونا وعديت صغاري ودخلت عمل الناس الكل. جاي هو من بعد في الليل جراج جارتي وحكي مع الطبيب قال لي كيفاش باش تعمل تو في التحليل؟ قلت له مانيش عارفه نمشي للسبيطار ولا نطلب الرقم هذاك اللي حاطين الرقم الاخضر ولا نمشي للكلينيك مانيش عارفه لازم نحلل انا وراجلي اكيد راني انا مريضه كان هو مريض اكيد زمان. الله يدخلها بعد. انا نجم نفهمك ونقدر اللي انت موجوده بحدنا باش تحكي لنا اللي تعرضت له الكل على خاطر نعرف المده اللي تعدات عليك صعيبه برشا. برشا خوف وقلة نوم تعب مخي نخمم على صغاري نخمم على روحي قاعدة نحط في مخي ألف حاجة في مخي قاعدة نركب الحاجات الخايبين وبرشا تعب وبرشا سهر ومش مشكل هذا الحمد لله على اللطف.
وقلت له غدو باش نمشي نعمل تحاليل في كلينيك نشوف كيفاش. قال لي ما تمشيش كلينيك راهو غالي وفيه المرض وما يقبلوكش كان بالرونديفو. هو عندي صاحبي طبيب دكتور هذا بروفيسور شيء في كليه الطب وميدسان شيريوجيا تلقى ما خير منه. هاني لمته واني قعدت نتشحت فيه من قبيله وقال لي باهي سالش تو نمشي راهو هذه حتى حد ما يعملها لك المزيه ديك غير على خاطري انا هذه عباره اكثر من خوي. قلت له باهي كيفاش باش نعمل؟ قال لي تو يجيك هو غدا ربما انه انا ما يقدرش يقوم. قلت باهي ولا هاكا خير خير من نقعد نقوم فيه اصلا الراجل ما نجمش يقف خاطر تعب برشا. ثاني من عقبه الطبيب مع العشر مع ال 11 نتاع النهار عمل لي بريليفمون دسون مني انا ومن راجلي واش عملنا في الخشام ما نعرفش شنو اسمها. اي قلنا هي التحليل نتاعكم ما نعرفش نزيد التحليل الاخر نعمله له من عندي انا في السبيطار. مدام تعادي تو نتفاهموا فيهم بعض وبالنسبه للتحليل حضر لي الفلوس هذيك فلوس الدوله لازم نخلصها. قلت له باهي مش مشكل. قال لي راهو 280 دينار الواحد. قلت له باهي الله يبارك. العشيه تتلقى لازم على اربعه نطلبك. قالت انا مستغربه الحقيقه قلت كيفاش تحليل كورونا يخرج معناها من 11 للاربعه شويه وقت كيفاش؟ استغربت وقعدت ساكته ما دخلتش المخي الحكي من وقت بديت انا الشك. اوكي جاني لبس الخدمه معناها اللبسة نتاع الكورونا ماخذ احتياطاته. العشيه طلبني مع الاربعه عن طريق راجل جارتي قال لي خاطر هو عمره ما يطلبني ما عمره ما يعطيني نمره تليفون تو في بعد نحكيه لك. غامض برشا الطبيب قال لي راهو انت طلعت نيجاتيف ما عندك حتى شيء. قال لي راجل جارتي وراهو هو وراجلك عند الكورونا. قالت انا مستغربه كيفاش الراجل معناها عنده انا ليه كيفاش نحن نعيشوا في الدار لما حال هذا ساعة غيفرة هذا يصير ساعات معناتها يصير اما انت زدت شكيت معاه برشا معلومات بدا يدخل لك اكثر شك. بدا يدخل لي اكثر شك وخاصه بسرعه انه خرج لي تحليل عشية 80 دينار حق التحليل. قال لي هذه باش نهزوا للسبيطار وراني خلصت من عندي. راهو عطيته الفلوس وقال لي غدوه باش نبداو في البروتوكول نتاع الدواء نتاع الكورونا. وراح لك راهو في التحليل نتاعو خرج عنده كورونا وزيد عنده جرثومه في الدواري. قعدت مفجوعه قلت سعيد ياسر انا ما نبش يمنع راجلي خفت برشا قلت لك كيفاش نعمل نهزو الكلينيك. قال لي انت باش نرجع من فلوس الكلينيك كلينيك لازمك اقل حاجه افونس باش يحطوه في شامبر كوفيد مينيموم 3 ملايين في الشهر. قاعد يخوف في السبيطارات قلت له شوف السبيطار. قال لي السبيطارات غادي هذيك عباره جبانه راه تهز مريض حتى يكون مريض شويه يقتلوه غاديك. انا نعرف السبيطارات وراني نعرف الدمار نتاعها. انا ما نعرفش بالكش كلام صحيح انا ننصح عباره خوك. قال لي حتى حد ما يعملها لك. جيتك انا بروفيسور انا شنيا. قعدت انا مستغربه. قال لي غدوه شوفي قداش الدواء نتاعو لازم ندبروا راهو الدواء قاعدين يحتكروا فيه وانا عندي معارفي في الدبويت باش نشوف كيفاش نجيب لك الدواء نجيب لك الكونتيتي نتاع غدوه نطلبك نقول لك قداش يتكلف الدواء. معناتها الحكايه هذه قعدت قداش معناتها من نهار معناتها ثلاث ايام ولا اربع ايام بين أي كل يوم يعطيك حكايه. يعني انا طالعه دونك نعرف خذ فلوس التحاليل وابارا ما حطهم في جيبه خاطر التحليل بيقولي اما ما حبش يعطيهولي في دقيقه. وراه شفت روحي انا نيجاتيف وشفت راجلي بوزيتيف وشفت التحليل اللي خليت فيه يسكت اللي يرجع عنده جرثومه. وما عطاكش لي ريزولتا في ديك روح به. اي قال لي نسيتهم قلت له عطيهم لي قال لي نسيتهم منه غدوه عاود رجع عاود فكرت فيهم خاطر انا نستحق خالتي باش نوريهم لي انا نيجاتيف لان ما عديتش تلامذه. معناها حد نهار الجمعه اخر مره قريت ما عديتش تلامذه وما حبش يعطيهولي. انا الحقيقه نتاع ربي ضربني الشك وقت اليوم مشى هذا راجلي انا بالسرقه عليه مشيت صورت التحليل. نتاعي انا راجلي باش نخلي حاجه عندي. المهم حسيته ديسكري برشا كي نسالوا اي سؤال في حياتي يقول لي انا بروفيسور انا جيان نخدم في حبش شكون يسالني يبدا يحط وين راجلي يقول لي ما تقفش بحدا نحب نحب شكون يقف معايا. الحقيقه نتاع ربي كنت انا نقعد نقرا بعينيا في الدوي ونمشي نكتبوا في ورقه كل مره هكاك حتى لين نهار الثالث هو بط مشى للدار جارتي الوطني خاطر هو يصب له الدواء يقعد الدواء ياخذ وقت السيروم يحط فيه خلط في الدواء انا قاعده نقيد شي اس ام ام كي هبط هو للدار جارتي انا هو يجيني بسكادوره. يجيني بسكادور ماهوش ظاهر لي هو طبيب كان يوصل قدام الدار الباب الدار نتاعي دخلاني باش يلبس الطبليه نتاعو وهو كي يجيني اول مره جيني لبس كورونا باش ياخذ لي التحليل. بعد كي جاب لي نتيجه التحليل وفيها بوزيتيف جايني نورمال بافيت عادية جوتابل. نهار الثالث جيني بافيت جوتابل منقوبة على جنب السيجارو وشميت عليه أنا وأم من عليه ريحة الشراب
بعد كذا بتقول بلك شي متصورش معناها عبد شوك تو واحد يجيك ريحته هكاك وهو يخدم معناتها وقاعد نورمال ما يتابع في مريض وكل شيء يتابع في مريض الاخر يطلع اخر حلقه اللي هو مش طبيب كما قال لي هو طبيب جراح كيفاش فقت انا هذه هو قعدنا نخليتك ايناس تحكي على خاطر باش نفهموا احنا الموضوع اما انت كيفاش فقت اللي هو ماهوش طبيب ساعه هات نبداو من هنا انا بديت الشكوك انسان يتعامل مع مريض كورونا ما غير ناخذ بروتوكول لحد شيء اي هذه كما مرحله الشك تعديناها تو كيفاش تيقنت اللي هو ممرض وماهوش طبيب انا بعثت صور اللي انا صورت الدواء بسرق عليه والدواء لقيت مكتوب على ديسكريبتومون اوسبيتالي اللي هو طلب علي فيه 1,150,000 دينار معناتها مخرجوا من السبيطار خرجوا من السبيطار وخذي من عندي انا ابار ال 580 بتاع التحليل خذي من عندي 700 قلت له راني ما عنديش عندي كان 700 اصبر علي شوي خذي علي 700 حق الدواء وانا الدواء بتاعه فيما نشوف اللي هو غريب يخبي ديما الدواء اي حاجه يستعملها يرجعها في الساك بتاعه انا تولوا تصرف الدواء الكل وقعدت نشوف اللي في الدواء مكتوب عليه الكل ستريكتومون اوسبيتالي الدواء مسروق وكل شيء قاعد يتخدم دونك انا ما عادش عندي ثقه في انسان يتعامل هكا وان بليس كلام كيبدا يتكلم شويه كلام بالغلط مثلا يقول لي لازم تعمل انفكسيون للدار الكل الوغ كو هي لازم يقول لي لازم تعمل ديزانفكسيون بديت تشك في دي تيرم تكنيك معناها يقول فيهم بالغلط ونقول ساعات صحه اي انسان ينجم يعمل مثلا زله لسان اما هذه في ديمو تكنيك استغربت شويه بعد مشيت سالت معناتها هو مادام في سبيتار ومادام انت فقت اللي الدويات خارجين من سبيتار حسب ما انا تبعت تو معناتها في منوبه مشيت سالت مشيت تيقنت سالت على الايدنتيتي نتاعو التحليل اللي صورتها انا بالسرقه بعثتها لشكون شافوها وكبروا معناها الكاشي معناها تصوير شوفوا اسم الطبيب وكل لقاو كاشي نتاع ديما دي شافوا مش كون يعرفها وما عادش تخدم في السبيطار هذيك صافي ست معناتها السيد ماخو ان كاشي نتاع طبيبه في التقاعد ما عادش تخدم وقاعد يتحيل به ويستعمل في الكاشي نتاعها مش متقاعدة أما نقلت ما عادش تخدم في معناتها ما عادش في السبيطار هذاك أي ونقلت وليت تخدم في كلينيك والكاشي هذاك سلمته للإدارة المعنية في السبيطار قبل ما تغادر المستشفى دونك فما تعفيك وتهل من السبيطار ما نعرفش هو غيره ما نعرفش المهم الكاشي هذاك نتاع طبيبة وطبيبة ما في بالهيش اللي هما قاعدين يستعملوا فيه يعيشك شنو اسم السبيطار بالله؟ ما نعرفش كان لازم يقول ولا لا ما نعرفش لا تقول اسم السبيطار اللي عندك خاطر انا ما نعرفش على ايناس ما انت ناويه باش ترفع قضيه على خاطر انت ضحيت عمليه تحايل دونك رفعت قضيه هذاك علاش انا فما تفاصيل مثلا اسماء لا ما نذكروش الاسماء هذه حاجه اكيد انا نحب المؤسسه الصحيه وكهو الاسم نتاع السبيطار مؤسسه انت ما تحبش ماذا بيك خاطر القضيه اونكور باهي نجم نفهم انا قدمت القضيه نجم نفهم ياخذ مجرى اسامي ما نجمش نعطيك لا الاسامي لا ما نحبش انا زاده تعطيني الاسامي نتاع الاشخاص على خاطر هذا امر قدام القضاء لكن حكينا على سرقه نتاع دويات من عند عبد اللي هو ممرض ومتحيل صفه ويستعمل في كاشي نتاع طبيبه ما عادش تخدم غادي في مؤسسه عموميه على الاقل باش كان يسمعون المسؤولين في وزاره الصحه زاده هما ينجموا يدخلوا يعملوا تحقيقات نتاعهم من جهتهم وانت قضيتك تمشي من جهتهم ماهوش واحد قاعد يخدم فما توا شكوك اصلا في اللي راجلي عنده كورونا ولا ما عندوش انا طلبت من وزاره الصحه من الاداره الجهويه للصحه باش نعاود التحليل اليوم واش قالوا لك بربي اداره الجهويه للصحه كي حكيت حكايتك تعاونين معايا وقالوا لي نجي ونعاودوا له التحليل وانا نستنى فيه شويه نستنى فيهم اليوم وما كل شيء جيتني بشويه صبر مش مشكله صبرت على اكثر من هكا انا المهم نحب ناخذ حق راجلي ونحب نعرف الحقيقه والمكتبه لازمها تقف هذه حاجه اكيد انت اليوم رفعت قضيه مشيت مشيت لشكون مشيت للمركز الشرطه مشيت للوكيل الجمهوريه وين مشيت لا مشيت لمركز الشرطه اكيد انا عندي تسجيلات انا ملي يدخل لي السيد وانا قاعده نسجل فيه خاطر انا بديت نشك كل حاجه ريتها صورتها التحليل صورته هو حتى ما يخليني في حتى تراس ما يخلي هذه اما انا كنت ديما وراه نصور هو يخرج وانا نصور كل شيء عندي موثق التسجيل البارح قال لي وصلني اللي انت قاعده تبتبت ورايا وانت ما عندكش فيه الثقه وانا ما عرفتش نتعامل معاك ودرا شنو اللي تخلوا انا سجل فيه. في مستعرض بروحه اللي هو قايل لي ومقدم روحه اللي هو بروفيسور اجريجي واللي هو شيروجيان واللي هو خدام من عام 580 و700 هذا الكل مستعرض بيه ومن بعد قال لي اعطيني كل ماكينه اللي هي ديجا سرقها في السبيطار هذا الكل موجود ومسجل.
واضح هذا الكل موجود ومسجل. لله احنا نشكرك برشا على الشهاده نتاعك اللي وصلت الاخبار هذه، على خاطر زاده تنجم تمنع برشا ناس اخرين، وتنجم زاده الموجود البرنامج هذا باش انتم توصلوا الاخبار، باش تكونوا صانعين الاخبار اللي تراوها وتشهدوا عليها، باش تنجموا زاده تغيروا الواقع، وهذا اللي نتمناوه. على كل احنا باش نقعدوا نتابعوا في الوضع هذا الكل مره اخرى. الحمد لله على اللطف، وان شاء الله بيانسيور تاخذوا الحق نتاعكم، واحنا معاكم مواصلين في المتابعه نتاع الحكايه هذه. ايناس نشكرك مره اخرى على كل التفاصيل اللي عطيتها لنا اليوم. انتم خليكم معنا بعد شويه، نرجعوا بعمليه تحيل اخرى طالت برشا مناطق في الجمهوريه، تاخذوا تفاصيلها لهنا في مع الناس واخلاق مدينه الكاف. اليوم نحكيوا على الوضع الصحي في الكاف، خليكم معنا راجعين ديما مع الناس. أنا فرحانة اختركبت في الطيارة مش نروح بولدي، مش مش نقعد غادير، رصت لي غاديك مبات تحت قمت مع الخمسة ونص على شيء. يجيني أبي لنكوني، ألو ألو يا رمزي يا رمزي، فما حس وعياط فما نفس، يدخل ويخرج أكعب ما تكلم حتى كلمة. أنا في إيطاليا هم عملوا لي تليفون قالوا لي رو أجلي مات مات حمص على ولده. تعرضت لتحايل بركاش سرقة ولا عشت تجربة سجنية وتحب تحكي حكايتك؟ كلمنا 58 550 720، شاركنا تجربتك في نهجة تريبونال الانترفيو السبت والأحد من مالي ساعتين المطلسة مع جيهان بن عبدالله على إيافام أحلى راديو. أحلى ضحكة فرنساوي كيفاش يمشي لأمي قولها أمه كيفاش جيت للدنيا، تقول له كيل كيستيون توي الفخوي دي نوت خاموخ يا فريزة هبط نحن تمشي فريزة هاي فريزة ما تشبه شوي لسفرج لما ما يسالش ما يسالش. مشيت لأمي قلت لها أمي كيف جيت للدنيا، بعد الكف الثالث قالت لي برا اسأل بوك. مع الناس في نشرة أخبار المواطنين، أنت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. مرحبا بكم انتوما الصحفيين، انتوما اللي تنقلوا الاخبار نتاعكم 30 دقيقة يوميا هنا في ايفام مخصصة لكم انتوما. نجموا تكلمونا في كل الاوقات على 58 550 707، نتابعوا اخباركم ونوصلوها تكون اكثر تأثيرا وتكونوا انتوما جزء من الاعلام. مرحبا بكم الناس الكل في برنامج مع الناس. كما قلت لكم باش نقعدوا مع قضايا التحيل، نمشيو لبرشا مناطق الحقيقة في الجمهورية، سوسة، تونس العاصمة، بنزرت، غيرها من مناطق اللي تعرضوا فيها مواطنين لعملية تحيل كبيرة، المتهم فيها يقوم بالتنقل بين المدن هذية ويقوم بإهام الضحية أنه مش يبيع له تجهيزات منزلية بالتقسيط، معناتها حاجات للدار بالتقسيط، وبطرق مختلفة ياخو عليه رهن في الأغلب يكون شيكات مثلا باش يضمن زعم الحق نتاعه، ولا حتى أحيانا ذهب باش يضمن أنه هو ياخو بقية مستحقاته ويخليهم زادة، ولا يهمهم أنهم ينجموا يشاركوا في مسابقات وهمية منتحل صفة قناة تلفزي، يمشي لهم يقول لهم أنا نخليكم تشاركوا في المسابقات بتاع التلفزة الفلانية. تفاصيل محيرة الحقيقة على عصابة التحيل هذه اللي ما زالت تنشط لليوم وعشرات الضحايا. ردوا بالكم مرة أخرى، مذايا ثانية قضية التحيل اللي حكيوا عليها اليوم، نسمعوا زادة التفاصيل باش تكون نتوما مش جزء منهم، واللطف عليكم من الضحايا هذو. ما احنا باش ناخذوا معنا المواطن الصحفي المراسل ربيع بن عزدين اللي اول ما هب التدوينه على الحكايه في صفحته على فيسبوك، عشرات الرسائل من المواطنين يقولوا لي اللي هما تعرضوا لنفس العمليه وبطرق مختلفه. سي ربيع اهلا وسهلا. اهلا مرحبا بارك الله فيك اللي انت موجود بحثنا هنا على اي اف ام. الساعه كيفاش صارت عمليه التحيل هذه، ومن بعد كيفاش في طنط اللي هي عمليه التحيل؟ والله انا ما عنديش عليهم ما تخبر. انا فما بنيه بعثت لي التصاور وبعثت لي معناتها النص نتاعها، قالت لي معناتها عايش خويا هبط لي معناتها في الفاس. هبط معناتها كيما معناتها اي منشور. دوب ما هبطت حكيت ربع ساعه اربع دقائق. معناتها شنو هي الحكايه اللي انت هبطتها؟ شنو المنشور؟ البنيه شنو بعثت لك؟ معناتها شنو الحكايه؟ هي معناتها تحايل عليها. اي كيفاش تحايل عليها؟ باش نفهم. معناتها الرهن مشرا لها للدار على اساس باش يبيع لها معناتها الكترونيك. به معناتها هي يمكن رات سوغ انترنت ولا حاجه، والا هو مشى لها ديريكت مول الدار. لا لا هو يدق على الباب معناتها نقطه ما تبقاش هاي. به اي على اساس قال ما تخلي لي ما ترهن اللي مرا بطاقه تعريف ولا قطع ذهب ولا حاجه، بس غدوه الحين نرجعوا لك نعملوا معناتها الكونترا. به طفله فرحانه بتباع بسرقه بش باقل ثوم خليكم جوز اخواتها ما تنطعمها.
معناتها هي خذت من عنده التجهيزات الالكترونيه هذيا وخلت له رهان زوز خوات نتاع الوالده نتاعها باش هما غدوه يجي ويعملوا الكونترا مع بعضهم على بقيه المستحقات. طيب بعد كيف طلبتك بدك ما تكلم فيه مقطع الكونترا على اساس باش يجي ما عادش يهز على بعثك التليفون جمله. دوق قالت لك يعيش خويا انت عندك باج هبط لي المنشور هذايا راهو صار هكا وهكا. اي مشكله انا هبطت ديجا حتى كيف دخلت اليوم ما خبرش باجات هبطت اخرى. نفس النص ومعناتها واللي اقرب من هذا اللي الحكايه تعدت يمكن ربع ساعه. تبارك الله الناس اللي تبعث اللي تحيل عليها زاد معناتها من كل ولايه جات كيف غريب بنفس السيناريو. لا كل واحده وكيفاش، واحده يقول لها انا تابع المجازان الفلانيه لا علينا في ذكر لا طبعا ما نذكروش خاطر يتحيل بكل الاحوال. انا تابع القناه الفلانيه كل واحده وشنو ما تقول لها. واحده خذاها من عندها 380 دينار على اساس تدخل معها في القرعه. الاخرى باع لها ما تسررش معناتها تليفون بعد جت تشوف تلقاها مش هذاك الصوم والتليفون مكسر ما عادش يحب عليها. معناتها الضحايا نتاعو لحد الان وصلوا معناتها 10 10 ضحايا كيما انت قلت اللي كلموني معناتها اللي كلموك انت بيرسونيلمون وملي حطيت ستاتيو برشا ناس يقول لك راني في سوسه راني في بنزرت صارت لي نفس الحكايه راه في تونس صارت لي نفس الحكايه. عندك بومهل برشا ولايات معناتها وهو اصيل ولايه المهديه. باهي هو اصيل ولايه المهديه وقاعد هذا حسب المعطيات اللي جات الاسم نتاعو لقبو الصبغه نتاعو وين بالضبط. هذا حتى لتو المعلومات اللي فما انا نحب نعرف الضحايا هذوما نتاع التحايل مشيتش واحده منهم ولا واحد منهم شكاو يا ربيع. فما واحدة شكيت. فما واحدة شكيت. مزابي نتاع صوته. اي مشيت شكيت. فما وقتها ما تعرفش اسمه. مازالت ما تعرفش اسمه. معناتها بتصور هكا. باهي واضح باهي. ربيع انا نحب نشكرك بارك الله فيك على الشهادة نتاعك وبارك الله فيك اللي انت تعاون في الناس هذوما. نشكر الناس الكل. قل. نحب معناتها معناتها في حاجة. السيد راهو يتنقل معناتها في بارتنير بيضا وعنده كاديه معناتها لونها معناتها غير. باهي باهي. المعلومات هذه. ندخل معناتها في التفاصيل. بالطبيعة بالطبيعة على خاطر فما اسامي اخرين. باهي. ربيع انا نحب نشكرك مره اخرى بارك الله فيك شكرا لك اللي كنت موجود معنا واحده من الضحايا اللي باش تتحفظ على اسمها وانا نفهم الحقيقه على خاطر فما دي بروسيدور قاعدين صايرين واجراءات قاعدين صايرين توا واحنا ماذا بينا الناس كل تبدا سالمه وتبدا لباس دونك هي اختارت باش نحكيو معها باسم مستعار احنا اخترنا دليله اللي هي كلمتنا من سوسه. دليله مرحبا بيك. الو مرحبا بيك اختي ان شاء الله تكون بخير. عايش الحمد لله لاباس. باهي دليل احنا نرجعوا للحكايه نتاعنا اليوم، انت فما شكون جاء دق عليك في الدار قال لك باش نبيع لك الكتروميناجي وهاو شنو عندي وتسهيلات ونصبر عليك وكل شيء، كيفاش تصير العمليه بالضبط؟ نحب نفهم من عندك. والله انا امبارح نهار الاثنين اللي فاتت الحاسبه ماشي. دليل مش قاعدين نسمعوا فيك بالكدا، عايش اختي كان قاعده تتنقل ولا عندك كيت ولا راديو بحذاك باش نجموا نسمعوك ونفهموا الحكايه بالكدا. انا ماشي نخدم. هذاك علاش مش قاعدين نسمعوا فيك بالكدا قاعد ايه باهي. قلت لك ثلاثين مشان نخدم رحت له وهو حب في الطريق. هبط الدش وقال لي نساعدوك وكذا في الكياس في الثنية. في الطريق. قال لي 380 ونساعدوك. سامحني شنو اللي باش يبيعهولك ب 380 دينار؟ فما فرش ومعاه ثلاثة كوفرتات وكوفرتة معناها كوفرتة بالفرش. باهي. قال لي معناها باش نساعدوك تخو هذا ما تربح معاهم كادو. اي. فريجيدير والا تلفزه والا غساله. كهو انا معناها كليني بالهضم ما خلاش حتى نحكي معاه فهمت. قدام الدار وهبط الدبش ونستناك ونصبر على اختي وغدوه ديريك نرجع لك وعطاني النمرو نتاعو. في الانجليزي نتاعو وحاسيه. معناها اللي شد شدك معناها في الصحيح يلزمك تاخو. وعطاني نمرو تليفون نتاعو كلمته انا يوم الغدوه الحاسيلو. انا نحب نعرف دليل انت شنو خليت له شنو الحاجه اللي قال لك خليها لي راهن معناتها كيفاش دخلها لك الحكايه نتاع خلي لي راهن نتاع حاجات؟ لا 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 ما انا اصلا ما حبيتش فهمت. قلت له نمرو تليفون نتاعي وكلمني ان شاء الله. نمرو تليفون وقال لي نهار اثنين معناها يوم الغدوه نهار ثلاثه نكلمك. ثواني قال لي راهو عم يتوفى وما نجمش نجي وديزولي وان شاء الله مره اخرى وكذاك. من بعد انا كي كنت اليوم مع البنيه مهبطه تابليكاسيون جيت حبيت ندخل. باهي انت دليله قررت باش نفكر لدليله اسم مستعار قررت باش تمشي تشكي. لا يعني ما قررتش باش نمشي نشكي معناها
هو هذاك فهمت هو مجست الدرج اللي باعوه لي قيمته 380. أنا ما خدش ما عندي حتى أكية فهمت. اي انت معناتها من الناس اللي ما خدش معاهم اي هذيك اسمه فوزي يكون في لا 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 يا لا يا لا دليله يا لا دليل ما نقولوش اسامي ما دام انت تو ما تحبش تشكي كي تحب تشكي تتوجه للقضاء وتشكي ما نقولوش اسامي هكاك الحمد لله ما قلتش اللقب فما حاجات ما نجموش نعملوها هنا في الغاديو لازم تتعدى قدام القضاء احنا نوصلوا شهاده نتاعكم نوصلوا خبر نتاعكم لكن يعيشكم زاده كيما احنا نحترموا الخصوصيه نتاعكم فما حق لكل الناس انه وقت اللي عبد يتهموا بحاجه يتعدى ديريكتومون قدام القضاء وهذا هو المهم. دليله لا نشكرك على الشهاده نتاعك بارك الله فيك. ربيع زاده بارك الله فيك يعطيك الصحه وان شاء الله تاخذوا الحق نتاعكم. مهم راه كان تبدا ضحيه نتاع تحيل باش ناس اخرين ما تطيحش في نفس الفخ هذاك على الاقل نمشيو نشكي واحنا باش نمشيو مباشره للكيف نحبوا نطمنوا على الاوضاع في مدينه الكيف نحكيوا على الوضع الصحي بعد ما تقرر اليوم لجنه تفادي الكوارث حظر التجول بمعتمديه الكيف الغربيه والشرقيه تعليق صلاه الجمعه ومنع الدخول والخروج من المدينه. تفاصيل الاوضاع في المدينه مع المواطن الصحفي مولدي العباسي. سي مولدي مرحبا بك. مرحبا بك زينب. مرحبا بك مرحبا بكم كل ان شاء الله تكون بخير يا سي مولدي. لاباس قدرة ربي لاباس الحمد لله. احوال الكيف بعد القرارات الاخيره بغلق المدينه كيف ما قلنا تعليق صلاه الجمعه ومنع دخول الخروج من المدينه المواطنين قاعدين منضبطين لهالقرارات والا لا؟ شوف زينب لكن تحب نذكر بالقرارات والا معناتها نجم نعلقوا احنا عندنا دقيقتين تفضل سي مولدي قول اللي تحب. وصف الوضع بالنسبه للقرارات هذه باش تبان مليله معناتها خاطر الكونفينمون مش يبدا من 8 ل 5 تاع الصباح الليله. الليله في الكيف اي الليله في الكيف يعني بالنسبه لحد التو بالنسبه لارتداء الكمامات راهي اجباريه من قبل معناتها دخول الادارات والفضاءات العموميه. والمواطنين في الكيف محترمين هذا؟ لاباس بصفة عامة من أنا الصباح ندور في سوق معتمديات بون فما نسبة كبيرة من الناس ترتدي الكمامات معناتها بصفة كبيرة برشا معناتها المواطن معناها قصدي يحب يقضي أموره بأنقص مشاكله وأنقص التعب وكل في الأسواق برسك الناس وفما حتى أسواق مسكرة كومبليتمون معناها معتمديات الدهناني ثلاثة جمعات توا ما ينتصبش السوق الأسبوعي فهمتني؟ واضح. بالنسبة للمقاهي زاد اللي يستعملوا في ليغوبلي من الفترة الثانية معناها يستعملوا في ليغوبلي بصفة رسمية معناتها ثم يعني ثم وعي كبير بالنسبة للمواطن في كيف بالإجراءات البروتوكول الصحي. حاجة باهية نفهم. معناتها نفس القرارات هذه نعرفها وكانت تفرض قبل معناتها في بريس في أوس وقت بعد الحفلات الزفاف وصارت حالات من العدوى بتنتشر الفيروس في الكيف معناتها نفس القرارات هذه بالضبط لكن ما وقعش الاستجابه لها وسرعان ما تم التراجع عنها ونفس الشيء انا راهو حتى تو بالنسبه للقرارات هذه ممكن راهو ممكن يتم التراجع عليها لانه تعرف الكيف معناتها راهي ماهيش بلاد سياحيه لكن فما ناس اصحاب المقاهي وكل عندهم مطاعم ومنها كيف المدينه خاصه معناتها يعيشوا من المشاريع الصغرى هذيك نتاعهم هم انهم باش يسكروا المحلات نتاعهم ديجا المره اللي فاتت معناتها احتجوا معناتها وهذا مفهوم وهذا الحال نتاع برشا ناس في برشا بقايا في تونس الكل واللي القرارات اللي جايه باش تكون زاده صعيب عليهم. على كل انا نشكرك سي مولدي اللي انت كنت موجود بحذانا اليوم باش وصلتنا الوضع في الكيف ان شاء الله نطمنوا عليك وتكون الاوضاع ديما لاباس بارك الله فيكم الكل اللي تبعتونا انتم 30 دقيقه في مع الناس يوميا. شكرا لك اسامه صافي في الاعداد بج في الاخراج شكرا لك ايمان في الاخراج الرقمي خليكم مع بقيه برامج اي اف ام كنت معاكم زينب مالكي في لمان.